يسعد صباحكم صبايا. اليوم بدنا نكمل ملف المربيات اللي عم نعمله بالقناه وبالجروب، جروب مطبخ دلال حناوي مع صابرين طه. مربى المشمش صبايا، هلا موسم المشمش، واطيب مشمش للمربى هو الشكر برع. بتلاقي موخده احمر، بتلاقي لونه على خضار يمكن ما يعجبك، ولكن طعمه من اروع ما يكون. بنلاقي وقت الطبخ لونه بتلاقيه كاشف كتير، بتلاقيه مثل الذهب. وفي عندك النوع الثاني الفرنسي اللي خده احمر. نحن بالسعوديه ببلاد الاغتراب، جود بالموجود، اي نوع مشمش متواجد راح نعمله وناخذ الاطيب، ما هيك؟ بس عم بذكر لك الاطيب اللي بسوريا بلبنان، الشكر برع هذا اطيب نوع للمشمش وللمربى الممروس، مشان يعطيكي لون. اخلطي شكر برع مع المشمش الفرنسي اللي خده أحمر، بتلاقي طعمه على حموضة. الشكر برا بتلاقيه مثل الشراب، مع أنه لونه بتلاقيه على خضار، بين شمعي، لونه شمعي كاشف. المهم صبايا، أنا جبت علبة، أنا موجودة بالسعودية، طلع لي مشكل الحلوة والحامض واللفان، حتى في كم قطعة شكر برا، وفي اللي خده أحمر، وبتلاقي الشكر برا هيك بتلاقي، تمام؟ إذا بتشوفوا منه بتلاقوا عند رفعت الشكر برا بياخد العين. صبايا خلينا نبدأ بالمقادير. بتحبي تقيسيهم المشمشات بالكاسات، انتي حرة. صبايا كل كاسة مشمش تاخد كاسة سكر، تمام صبايا؟ كل كيلو بياخد، عادة الكل بيحطوا كيلو سكر، والبعض 3/4 كيلو سكر. أنا من 3/4 كيلو سكر، تمام؟ 3/4 كيلو سكر صبايا لكل كيلو مشمش. بعمله بهالشكل صبايا، ورح أتركه لبكرة، بحطه في البراد وبتركه لبكرة. ليش بتسألوني ليش؟ بدي ينز سائل هالمشمش، إذا نوعه جيد بتلاقي بيبذل سائل، بدي هالسائل، وممكن من خلال 7 ساعات يبذل السائل، باشري بتحضيره، تمام؟ أعطيكي ملاحظات صبايا، بعد ما تغسلوا لازم تنشفوا، لأنه إذا بقي من الماء بيعطيه خلخلة للمربى. من خلال النقع شوفي شلون السكر رح يسترطب، ياخذ رطوبة من السائل المتواجد بالمشمش. لعجوة المشمش نحن بنعرف كلياتنا المشمش اللي نوعه شكر برا بتلاقي العجو تبعه حلو. ممكن تحطيه وقت عم تطبخي المربى، من أروع ما يكون صبايا، تمام؟ وإذا مر تخلصي منه، لأنه ثبتوا مؤخرا بدراسات علمية بأنه فيه مادة سامة إذا تاكل بمقدار معين، تمام صبايا؟ مع أنه أهالينا كانوا يحلوا ويأكلوا، ما بعرف مدى صحة هالمقولة، علي الطرح ولكم الاختيار والبحث في هذا البنجان. صبايا طالعته من البراد، هذا هو، أنا تركته لتاني يوم. شوفي شلون بزل هالسائل، رح نطبخه، نحطه بقى بالطنجرة، حطيناه على النار. شايفي شلون وقت اللي تنقعيه بالسكر وبتحطيه بالبراد إذا شوب كتير كتير، بتروحي بتجي بتحركيه مشان يصير معك مثلي يبذل السائل، تمام؟ وما تخافي، حركيه بهدوء مشان نحافظ على قوام حبات المشمش. بيعطيكي هنا صبايا، مجرد ما أخذ غليان المشمش لازم نوطي النار على الأخير ونعير الزمن، تمام؟ أو لنحس إنه المشمشة، بدنا نستمر في التحريك
من حين لآخر ونحس المشمشة ختمت، يعني أخذت كفايتها من القطر. بالنسبة لمقدار لمح الليمون، إذا بدك تحطي للكيلو بتحطي هدول، بطلعوا ربع معلقة. حبيتي عصير ليمون بتحطي عصير ليمونة وحدة، تمام صبايا؟ بتحبي هاد بتحبي هاد. تحريك مستمر، هالرغوة كلياتها ما رح نستغني عنها. ليش؟ لأنه إذا استغنينا عنها بالمشمش صبايا، بالمشمش حصرا، بتلاقي بتروح نكهة المشمش، تمام؟ مشان هيك كل ما طلعت الرغوة بنعمل هالطريقة صبايا بهالشكل ومنحركها تختفي الرغوة، تمام؟ شايفة شلون عم تختفي؟ نحن تعلمنا انه كل طريقة تحضير لنوع مربى معين تختلف عن الثاني بهالشكل. شلتها من على النار، هي بس ختمت المشمشة وأخذت القطر الكافي بتبطل الرغوة تطلع معنا. شايفين صبايا؟ تمام؟ نحن بدنا نتخلص من الرطوبة تتبخر لحتى ناخد مربى رائع لون وشكل. رح أحط لمح الليمون، وممكن تحطي عصير ليمون صبايا. أنا مقداري صغير، بدي أحط عصير ليمون. إذا بدك تخزنيه لأمد طويل حطي ملح الليمون كافي بهالشكل، ومستمرة في الغليان على نار واطية صبايا. بياخد معك شي 20 دقيقة 30 دقيقة حسب كمية المربى. شايفين صبايا؟ تكرروا هالعملية شي 3 مرات كافي. طلع رغوة بسيطة، بحرك بهدوء، رح تروح الرغوة وبرجع على 3-4 مراحل بتختفي الرغوة، وطبعا برجع على النار وبتابع طبخ المربى المشمش. هي نصيحة أمي الله يرحمها. المهم صبايا، بالمشمش حصرا في بعض المربيات المفروض نقش الرغوة تبعتها. بالنسبة لمقدار الكاسة، في صبايا عم يسألوا مدام نحن ما عنا ميزان. إذا قدرتي تحصلي على ميزان عند السمان يزلك ياهن زينيهن، ما قدرتي كل كاسة مشمش ملانة ما قبيلة كاسة إلا إصبع ونص، يعني إلا 2 سنتي سكر، تمام صبايا؟ وجود بالموجود. شايفين طلع الرغوة، بحطه على جنب وبحرك بهدوء لتختفي الرغوة، برجعه على النار. بهالطريقة بنختفي تختفي الرغوة والمشمش بحتفظ بالنكهة كلياتها، تمام؟ ما بدنا نخسر أي سائل من مربى المشمش. شوفوا لونه، لأنه على نار هادي ولأنه نقعناه. هدول ملاحظات مهمة. صبايا وصلنا على نهاية طبخ المربى. شايفين شلون اختفت الرغوة وأخذنا سماكة رائعة، وبنفس الوقت ختمت معنا قطعة المربى، صارت شفافة صبايا، صارت شفافة. هذا دليل نضج حبات مربى المشمش بأنه تختم معك، تاخذ القطر الكفاية بطريقة الطبخ بهالشكل. هلأ 5 دقايق ورح أطفي عنه
ما قشيت الرغوة ابدا، ما تخلصت منها نهائي. بهالشكل صبايا رح تاخدي مربى بياخد العقل. خليني اعطيكي كم ملاحظة لناخد روعة في التحضير. التحريك يكون بهالشكل صبايا مشان هالقطعة المشمش ما تنهلس معنا نهائي، يعني ما تحركي بشكل عشوائي. بدي احافظ على القوام الجميل لقطعة المشمش. شايفين صبايا راحت الرغوة كلياتها، صار عم يلمع، الحبات عم تلمع بتاخد العقل. يعني صبايا انا المربى اخذ كفايته من الطبخ، لون بياخد العقل بهالشكل. صبايا اذا بسوريا الطريقة الاصيلة انه قبل ما اطفي عنه، هلأ انا بالسعودية طبخته كامل تمام، تتركي فيه سائل اكتر من هيك وبتصبيه بصواني تبعات الكبة الصينية كبار يكونوا مشان ما يكون سماكة في الصب، وبتحطي شاشة وبتحطيه على السطح بيتعرض للشمس لمدة 5 أيام 6 أيام. كنا نطلع نحرك المربى المشمش لأهالينا لحتى نحس المزيج أخذ كفايته، وحبات المشمش أخذت كفايتها من التقطير، وبنفس الوقت بيتعقب. نحن بالسعودية الظروف بتحكمنا هالطريقة رائعة صبايا بكل بساطة. شوفي لونه بياخد العقل، جود بالموجود. بنفس الوقت أوروبا اللي عايشين بالغربة بهالشكل صبايا، شوفي لونه بياخد العقل. نحن ما بننصح بغلي المربى كتير، ليش؟ مشان ناخد لون جميل. هاللون هاد ما بدنا اياه مربى لونه غامق نهائي. مثل ما قلت بسوريا صبايا بتطفوا عنه، بده يكون السائل اكثر من هيك، اكثر من هيك، لانه بدنا نكمل طبخه على الشمس. الشمس بتعقمه وبنفس الوقت بتنشف. صبايا الانسان رهن ظروفه، اذا المناخ ما بيساعدك ان كان باوروبا وان كان بدول الخليج، ممكن تعملي مثلي تماما. نطبخ المربى على نار هادية، شمعة، لحتى ناخد تسبيك جيد للسائل، حتى إذا السائل استعملناه لوحده بتحسيه مربى. هذا هو حتى لسه ما برد، المفروض هيك يكون قوامه. صبايا بنفس الوقت المشمشة محافظة على الحبة تبعتها، لسه ليبرد أكثر رح يتماسك أكثر. منخزنه منسكبه بمطربانات زجاجية. ممكن تختمي سطح المربى بشاشة، وممكن تصبي شمع، تدوبي شمع إذا بدك تخزني تخزين طويل الأمد. بتسخني شمع وبتصبي على سطح المربى الشمع، بيجمد مباشر لأنه المربى بارد، السطح بارد والشمع ساخن. قطعة المشمشة هاي القطع متماسكة، ما لها مهلوسة نهائي. شايفين صبايا؟ هيك اللي بده يكون المزيج بهالشكل. هذا هو روعة التحضير مع المقادير الصحيحة. وأهلا وسهلا فيكي صبية.